تحت رعاية معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، أطلقت المحافظة فعاليات أسبوع المنامة لريادة الأعمال في نسخته السادسة بشراكة استراتيجية مع البنك الأهلي المتحد، والذي يعقد هذا العام رقميا بسبب الظروف الراهنة. وقال معالي المحافظ في كلمة افتتاح أعمال أسبوع المنامة: إن الظروف الاستثنائية التي فرضتها علينا الجائحة لم تقف عائقا عن مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع الرائدة، والتي تصب في تطوير قدرات الشباب ومدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للارتقاء بالمجتمع، مشيرا إلى أن التزام ومواصلة محافظة العاصمة بتنظيم أسبوع المنامة يأتي في ظل أهمية تقديم الدعم والإلهام وفرص التواصل لرواد الأعمال الشباب والمهتمين بالابتكار والريادة في ظل التحديات الراهنة، وذلك من خلال تقديم المبادرات الجديدة كتدشين منصة إلكترونية تكون بمثابة حاضنة افتراضية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشاريع الجديدة.